جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أسمعوا بعض الناس يقولون الإمام علي رضي الله عنه، وبعضهم يقول الإمام علي كرم الله وجهه، ما الفرق بين الدعائين؟ المشروع أن يقول رضي الله عنه كما يقال في غيره من إخوانه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخص علي رضي الله عنه بدعاء خاص به، يعني يقال كرم الله وجهه، وإنما يقال رضي الله عنه كما يقال رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن عمر، رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عمر، رضي الله عن الصحابة، فهو من الخلفاء الراشدين وله فضائل ومناقب رضي الله تعالى عنه، لكن لا يخص بشيء دون إخوانه. نعم، من الشعارات والأذكار وغير ذلك. نعم.